عنا في مواجهة الإرهاب حتى في الحياة المدنية التقليدية، كمان في شهداء، يعني ده شهيد لأنه دفع حياته ثمنا لإنقاذ طفل وأنقذه بالفعل. يعني أقل ما يستحقه هو إن احنا حتى نحتفي بيه ونقوم بتكريمه، يعني ونشعر أسرته بأنه قدم عملا نبيلا. في المقابل بقى تلاقي فيه الجدل المتعلق بالشيخ اللي طالب الكابتن محمد صلاح بالتوبة، فشوفوا بقى يعني ما يقدمه. احنا كنا لسه بنتكلم امبارح ما يقدمه محمد صلاح للإسلام. ليه؟ انا شفت في لندن النماذج اللي بتعبر عن الإسلام كلهم من الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة، والغرب بياخد منهم يعتقد أنهم يمثلون الإسلام وهم لا علاقة لهم بالإسلام ويشوهون صورة الإسلام. والإسلام مش بن لادن ولا أبو بكر البغدادي ولا داعش ولا فتاوى دكاكين التطرف الموجودة معظمها في لندن وفي أوروبا. لا، الإسلام يقدمه شابا ناجحا بيقدم نموذجا للأخلاق والعمل الإنساني المختلط بالرياضة، وعشان كده الصحافة الأوروبية كلها بتحتفل بيه. قوم احنا بنجيد دايما. طب قول لي بقى، الشيخ اللي انتوا هتسمعوه ده ما الذي قدمه هو للإسلام؟ لو قارنت بين ما قدمه محمد صلاح لاعب الكورة ده حسب اعتقادهم، يعني ده واد بيلعب وكرة القدم خلاص ده أصبحت ترفع اسم الدول عاليا، يعني في دول فوزها في المباريات بتبقى مناسبات وطنية. انت لو قعدت تعمل دعاية من هنا للصبح عن مصر بيعملها محمد صلاح في الملاعب بقيمته وأخلاقه ومبادئه والعمل الإنساني اللي بيقوم بيه، وهو نموذج مختلف عن اللاعبين يعني اللي احترفوا قبل كده. لا، يعني بيقدم صورة طيبة عن شاب مصري عربي مسلم حقق هذا النجاح المختلط والممتزج بالأخلاق، وهو ده اللي الحقيقة النموذج الطيب عن الإسلام. نشوف بقى الشيخ اللي بيطالب محمد صلاح بالتوبة، الشيخ هشام البيل. أن لاعب الكرة الذي ذهب إلى بلاد الغرب ويسجد بعد إحراز الهدف قد نفع الإسلام وغير وجهة نظرهم بأن الإسلام دين الإرهاب وهكذا. الحمد لله رب العالمين. نقول يا إخواني بارك الله فيكم، إذا أراد الإنسان أن يتكلم في أي شيء فلابد أن يتكلم بالعلم، هذه واحدة. الأمر الثاني، إذا أراد أن يدعو الإنسان إلى الإسلام فليدعو بالإسلام وبما شرعه الإسلام. ما علاقة السجود هنا؟ السجود هنا ماذا نسميه؟ سجود شكر أو سجود ماذا؟ سجود شكر على هدف، هل إحراز الهدف ولعب الكرة من أصله هل هو مباح حتى نقول بأن هذا يشرع للإنسان أن يسجد سجدة شكر التي تكون إما لجلب نفع أو لدفع مضرة أو غير ذلك؟ هذا اللعب الموجود بما يحصل فيه من مخالفات لا يجوز شرعا، وعليه فإن الواجب على هذا اللاعب أن يترك هذا اللعب وأن يترك تلك المعصية وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد أن يمثل الإسلام فليمثل الإسلام بالإسلام بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله، وليتعلم العلم الشرعي وليدعو إلى الله عز وجل على بصير، حينئذ يكون من فعل الإسلام. لكن وصل الأمر إلى هذا الدرك أن نظن أن هذا اللاعب الذي يفعل تلك المعصية والذي يظهر عن فخذيه والذي يكون عنده من المقامرات ما عنده والذي ربما ضيع بعض الصلوات والذي يقر الاختلاط الحاصل في المدرجات بين الرجال والنساء، بل قد يصل الأمر إلى معاصي أكبر من ذلك من زنا والعياذ بالله ومن قتل ومن سفك دماء ومن حرق ملاعب وغير هذا من الأمور الكثيرة التي تكلمنا حول لعب الكرة وبيان حكمها كثيرا في هذا الباب. فنقول كيف يسجد الإنسان حينئذ شكرا لله سبحانه وتعالى على إحراز هدف؟ هل يسجد السارق على إحراز مال؟ هل يسجد القاتل على تنفيذ جريمته؟
فنقول ينبغي أن يترك هذا، والوسائل الشرعية موجودة والحمد لله، وعلى هذا اللاعب أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يتعلم العلم الشرعي وأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة في الشرق وفي الغرب، وحينئذ ينتفع الإسلام بدعوته. أما هذا فهذا تهريج ولا يصح أبدا، والله أعلم. بعرض زميلي الأستاذ محمد الباز وبعرضه ليه لأهميته، ما يشوفوا حالة التصيد الشديد. يعني محمد صلاح بيسجد شكرا لله، لأن الراجل لما يبقى فيه لعيب بيتوفق فدايما يعني يقول إيه ده ربنا وفقني، لأن أحيانا أنت يمكن أنك تعمل كل المقاييس في أنك تشوط كويس و تستخدم جسدك بشكل جيد جدا وأدائك، لكن ما ربنا ما يوفقكش فيها يعني، فلما بتصيب وتدخل الجون فربنا وفقني فيسجد لله شكرا يعني. واعتدنا حتى كانوا مسميين منتخب مصر منتخب الساجدين يعني. إيه المشكلة يعني؟ وإحنا شفنا إزاي احتفاء الناس بمحمد صلاح، إلى حد قلت لكم يعني الناس قالوا عايزين ندخل الإسلام، وأنا قلت لكم يعني هم بيقولوها للتعبير عن حبهم في محمد صلاح وأخلاقه، إنما هم يعني مش هيدخلوا في الإسلام من أجل الإعجاب بلاعب يعني. لكن شوفوا إزاي إن حالة الإعجاب تدفعهم، لأنه كويس إنهم يقولوا حتى الإسلام بشكل فيه حب، لأنه قبل كده اعتدنا إنه يتم الهجوم على الإسلام وتشويه صورة الإسلام. فبدلا من ان احنا نشكر محمد صلاح على ده، لا نشوف بقى التصيد بقى. دول بيخصموا الحياه، مشكلتهم والله مع الحياه. بعض التيارات السلفيه المتشدده هي على خصام مع الواقع ومع الحياه، ومع الحياه بتشتغل، وفي كمان بهجه الحياه، وفي انك انت يمكن ان تبني في الحياه وانت بتبتهج وبتبهج الناس يعني. انما لا، لازم يشوفوا وسيلة لأنه يشدك للخلف. هو عندهم حالة عداء مع الحياة، مش مع طيارات بعينها ولا مع أشخاص بعينها. كنا كلمنا الشيخ وبعد ما وافق فقال أنه لا يعني أنا هكتفي ببيان، أنا كنت بتكلم عن السجود في الملاعب يعني. وطبعا هتلاقي جزء منهم بيتكلم كمان عن ما توقفش لتحية العلم، ما هو ده اللي احنا شفناه، وللسلام الجمهوري، وعندهم تفسيرات لده، وما تهنيش المسيحيين بأعيادهم. كل ده هي خلطة واحدة، خلطة واحدة هدفها هو انه يبقى في خصام مع الحياة، وفي خصام مع حالة التسامح اللي بتعيش عليها المجتمعات، وفي حالة إشعال فتنة دائمة. الكابتن محمد أبو تريكة بالمناسبة كمان، لأن محمد صلاح إذا كان محمد صلاح قدم نموذجا طيبا، محمد أبو تريكة أيضا رفع اسم مصر عاليا، ووفقا لمصادر قضائية إن كان بالفعل نيابة النقض أوصت برفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب، ده حسب ما علمت من مصادر قانونية أنه ليس ملزما لمحكمة النقض، يعني يمكن لمحكمة النقض أن تأخذ به أو لا تأخذ. لكن يعني أتمنى طبعا القانون قانون يعني، ومحمد أبو تريكة رفع اسم مصر عاليا ولا يتخيل أحد أبدا فكرة الاتهامات الموجهة إليه يعني. يعني ممكن تكون حتى تصيب كل من عشق أبو تريكة وما قدمه من إنجازات في الملاعب يعني. أبو تريكة حتى علق على ده، وبدأ الناس حتى يعلقوا في انتظار انه اليوم اللي يمكن ان يأتي فيه الكابتن محمد أبو تريكة الى مصر، وهو يعني يبدو انه حالة التفتيش في وطنيته دفعته انه يكتب علم مصر 6 أعلام، وعلم مصر علم مصر علم مصر، وقال قريبا يعني قريبا سيأتي الى مصر. ان شاء الله يعود الكابتن محمد أبو تريكة الى مصر، وهيعود طبعا بالقانون، وكلنا ثقة في القضاء المصري، وإذا كانت نيابة النقض زي ما قلت أوصت بذلك فده متروك للمحكمة في النهاية.
التلاميذ